تدرون شفاعة يوم القيامة من يستحقها؟ قال أبو هريرة كما في البخاري: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال، اسمعوا، من قال لا إله إلا الله. وش رأيكم نقول لا إله إلا الله؟ قولوها، قولوا لا إله إلا الله، أهنئكم بشفاعته. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.